بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد الجزء الرابع من لعبة الطائر المرفرف، وفي الجزء ده ان شاء الله هنحاول ان احنا نضيف الفيزياء عن طريق الكولايدر وعن طريق حاجة اسمها ريجيد بادي 2D، وكمان هنعمل حاجة اسمها البريفاب من كل عصفور من العصفورات دي، بحيث ان احنا نقدر نستخدمه في اكتر من موضوع واكتر من حالة بدون الرجوع اللي ان احنا نوصل او نبدأ منين، من البداية خالص فروم سكراتش يعني. طيب الدنيا مش ازاي اخر مرة يا جماعة، احنا وصلنا للمرحلة دي ان احنا عملنا الطائر الازرق دوت، وعملنا الطائر الاخضر دوت، وعملنا الطائر الاحمر اللي هو دوت، وكل واحد من دول عملنا له الانيميشن بتاعته. كان في الانيميشن العادية، وكان في الايدر انيميشن، وكان في الداي انيميشن، وبعد كده عملنا البارامترز اللي هي الفلاب والبيرد داي، تمام كده، ودول كانوا بمثابة تريجرز، تمام كده، هيحولوا ما بين حركة وحركة، تمام كده، بحيث ان انت لو جيت مثلا تشغل الجيم بالشكل دوت، فانت لو دوست على الفلاب معناها ان هو هينقل الحركه من الحركه الايديال للحركه الفلاب بهذا الشكل، وبكده الطائر يكون ايه بيتحرك بالشكل دوت. نفس الكلام بالنسبه للطائر الاحمر، لو احنا خدناه على السين بالشكل ده وعملنا برضه فلابينج هتلاقيه بيلف. نفس الكلام بالنسبه للطائر الاخضر، لو عملنا فلابينج هتلاقيه بينقل الحركه من الايديال للحركه بتاعت الانيميشن. دي الحاجات اللي احنا وقفنا عليها المره اللي فاتت، تمام كده. تمام، هنعمل الستوب للجيم، وقلنا علشان نتفاعل مع الحركه ونتفاعل مع التريجرز دول، تمام كده، الترانزيشن دي هي اللي هتكون الوسيط بين الموضوعين، اللي هي ازاي يعني انا عشان انقل من حركه الفلاب لحركه الانيميشن، او من حركه الايديال لحركه الانيميشن عن طريق الفلاب تريجر، حطينا كونديشن هنا عن طريق الكونديشنز الموجوده في الانسبكتور، وانا دي ان دي حركه الفلاب، وعلشان انقل الحركه من سواء كان من الايدل للداي او من الفلابنج انيميشن للداي برضو، عملنا اللي هو التريجر دوت، تمام كده، وخليناه برضو ينقل الحركه عن طريق الترانزيشن ده، تمام كده، وعن طريق كونديشن البيرد داي، تمام. ده اللي احنا وصلنا له اخر مره المره اللي فاتت. النهارده بقى هنكمل شويه ازاي. هنمسك الطائر دوت اللي هو الطائر الازرق ده، تمام كده، وعاوزين الطائر الازرق ده يخضع للفيزياء بتاعه اليونيتي نفسها، يخضع ان هو للتصادم الكولايدر، ويخضع للجرافيتي، تمام كده، عن طريق الريجيد بادي. كل اللي هعمله بمنتهى البساطه ان انا هحدد الطائر الازرق ده دوت، وهاجي في الاد كومبوننت اللي هي تحت دي، وهاجي في الفيزيكس 2 دي، فيزيكس 2 دي اللي هي دي، وهنختار حاجه اسمها السيركل كولايدر اللي هو ده. هتبص تلاقي الطائر اتحطت عليه حوالين دايره كده، دي الدايره اللي هتعمل ديتكتنج للسيركل. طب احنا نعمل الكلام ده كله ليه اساسا؟ اللعبه اصلا ماشيه ازاي بتاعتنا؟ الجيم اللي احنا عاوزين نعملها يا جماعه اسلوبها ماشي كالاتي، ان الطائر ده لو لمس الانابيب اللي هتلاقيه قبله في السكه هيموت، ولو لمس الارض هيموت برضه، تمام كده، فما قدامهوش غير ان هو يطلع يطير في الهواء ويعدي ما بين الانابيب، تمام كده، لحد ما يعدي على ايه، لحد ما يعدي لاخر المستوى. ده اللي احنا عاوزين نعمله بالظبط يعني. فالمهم اللي هيعمل ديتكشن للكولايدر او للتصادم هو اللي هو السيركل كولايدر بتاعه. طبعا احنا ممكن نظبطه شويه، في عند الريديس ممكن نخليها دي ب 4 من 10 مثلا على سبيل المثال زي كده، وممكن نخلي الاوفست بتاعه على 3% حاجة زي كده، تمام. او نزودها شوية، خليها مثلا زي كده ماينس 3%، كويس، ماينس 3%، كويس. طيب حطينا له سيركل كولايدر، وظبطنا الريدس بتاعه، وظبطنا الاوفست بتاعته بالشكل دوت. هنضيف له كمان حاجة اسمها الفيزيكس 2D، وحاجة اسمها الريجيد بادي 2D. الريجيد بادي 2D، الريجيد بادي 2D ده هيعمل ايه؟ هيخليه ينزل تحت تاثير الجرافيتي. لو احنا ضغطنا عليها بالشكل دوت وجينا عملنا بلاينج للجيم بالشكل ده، هتلاقي سقط راح فين ما تعرفش، تمام كده، يبقى اصبح الطائر ده تحت تاثير الجرافيتي. لو في اي حاجه هيكولايد معاها هتلاقيه بيتنطط هنا دلوقتي. لو انت يعني عاوز تحط مثلا اي حاجه مثلا من البريفابس الموجوده دي، وليكن الباك جراوند، فين الجراوند دي لو انت عاوز تختبر ممكن تحط الجراوند دي هنا مثلا بالشكل ده كده، تمام، وتروح حاطط لها كومبوننت اللي هو الفيزيك 2 دي، تحط لها بوكس كولايدر مثلا بالشكل دوت، تمام، بحيث ان اي حاجه هتيجي تصدم فيها. تعالى نبلاي، هتلاقي
لا الراجل ده ايه وقف عليها بالشكل ده، تمام؟ ليه؟ لان هو حصل كولايدنج ما بين الشكلين زي كده، ما نزلش تحت هوا، ده واقف تحت تاثير الجاذبيه دلوقتي. كويس، هنشيل ده بقى مش عايزين. طيب عملنا الاوبجكت بتاعنا بكل حاجاته، يعني حطينا له الحركه وعملنا ترانزيشن ما بين الحركه نفسها، وكمان عملنا التريجرز وعملنا الكونديشنز، وبعد كده حطينا له سيركل كولايدر، وبعد كده حطينا له الريجيد بادي، تمام كده اللي هو 2D، تمام. كل ده عملناه، عاوزين الكلام ده كله يتحفز بشكل معين. اللي هيحصل ان انا هاجي في الاسيت هنا، تمام كده، وهعمل كليك يمين واختار كرييت واختار فولدر، وهسمي الفولدر ده بري فاب. وكلمه بري فاب، سوري، بري فاب، بري فاب بهذا الشكل. كلمة بريفاب يا جماعة معناها ان هو حاجة قابلة للاستخدام، يعني هتستخدم مرة واثنين وثلاثة واربعة. فبدل ما اضيع مجهودي كله واجي انا ابدا مثلا الشغل بتاعي ابداه فروم سكراتش، يعني البداية خالص، لا ده انا بجيب الاوبجكت ده وارميه هنا على هيئة بريفاب، واحوش الاوبجكت دوت وابتدي انا اشتغل على البريفابس اللي محفوظة عندي دي. تعالى كده نشوف، هنيجي نمسك الفلاب بيرت بلو ده وهنروح رامينه هنا في البريفابس. هتبص تلاقي في بريفاب اتعمل من ايه؟ من البلو بيرد دوت، تمام كده؟ بكل الحاجات اللي عليه، بالانيميشن اللي عليه، بالسيركل كولايدر اللي عليه، بالريجيد بودي 2 دي اللي عليه، تمام كده؟ تمام. ده مش بس كده، ده ممكن اروح ماسك ده اشيله ديليت، واروح ماسك البريفاب ده واروح ارميه هنا مكانه. هتلاقي البريفاب ده نزل بكل الاعدادات اللي عليه. ولو غيرت في اي اعداد من الاعدادات دي وحبيت تعكس الاعداد ده على البريفاب ده، بتغير اللي انت عاوزه هنا وتروح دايس ابلاي من هنا، يبقى هيتغير عندك في المشهد، وهيتغير عندك في الاوريجينال بريفاب اللي انت ايه عامله، تمام كده. ودي فكره طبعا رائعه، بتخليك تقدر تستخدم الجيم اوبجكتس بالكومبوننتس اللي عليها كلها، بدل ما تبدا شغلك فروم ايه، فروم سكراتش، تمام كده. تمام. طيب بنفس الاسلوب دوت هنشتغل على الجرين بيرد وعلى الريد بيرد. هنيجي نحدد الجرين بيرد اللي هو ده، تمام كده. وهنيجي اول حاجه هنضيف له كومبوننت فيزكس دي، وبعد كده نحط له سيركل كولايدر، وهننزل على سيركل كولايدر نخلي الرادياس بتاعها تبقى 4 من 10، عندي حاجه تقديريه، ده ممكن تعرف زي ما انت عاوز. وبعد كده نخلي الاوفس بتاعتها بماينس 0.03 بهذا الشكل، تمام كده. وبعد كده هنضيف له كمان فيزكس 2 دي، وهنضيف له حاجه اسمها ريجيد بودي 2 دي، واصبح كده جاهز للشغل بتاعنا. كل اللي هعمله ان انا هسحب الجرين بيرد ده من هنا وهرميه كمان هنا، تمام. وبعد كده هنمسك هنشيل بقى اللي موجود هنا ده، نشيله خالص، وهنمسك الجرين بيرد نحطه اهي في المكان ده مكانه. تعال نمسك الاحمر نفس القصه، هنحدده اد كومبوننت، وبعد كده فيزكس 2 دي، وبعد كده السيركل كولايدر اللي هو دوت، وبعدين هنيجي نأد كومبوننت مره، هنظبط برضو الريديوس ب 4 من 10، هنظبط الاوفسيت بماينس 0.03، تمام. وبعد كده هنأد كومبوننت مره ثانيه، وهنجيب الفيزكس 2 دي، وبعد كده الريجيد بودي 2 دي، تمام. تمام. وبعدين هنحفظ الريد فليبي بيرد دوت، هنجيبه كده نسحبه في البريفابس، واصبح عندي البريفاب موجود وشغال. هنشيل ده ديليت، وهنرمي مكانه الفلابي بيرد ريد اللي هو ده، تمام. بكده كنا عملنا او جهزنا الطائر للشغل بتاعنا كله. طبعا هو لو انت عملت بلاي دلوقتي اللي هتلاحظه ان هم كلهم هيروحوا نازلين تحت، لان كلهم ده خاضعين للفيزكس اللي هو الريجيد بودي اللي تحت، ولو حصل كولايدنج بيبقوا خاضعين للكولايدنج عن طريق سيركل ايه كولايدر. اتمنى تكونوا استفدتوا حاجه النهارده. اذا عجبك الفيديو يا ريت تعمل لي كومنت لايك شير ليه عشان زمانك يستفادوا، واذا عجبتك القناه يا ريت تعمل لي سبسكرايب داخل القناه، وكلكم متشكرين عشان نوصل ل 10000 مشترك. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.